السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ألقاكم في أحسن أحوال وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيك بالتفاح. كيك رائع كيجي لذيذ بالمكونات اللي هي بسيطة وسهلة حتى في التحضير. كنتمنى تشاهدوا معي الفيديو من الأول حتى الأخير. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق الجميلة ديالكم اللي كتفرحني دائما واللي كتخليني إن شاء الله نستمر في القناة ونشارك معكم وصفات اللي هي سهلة وبسيطة وفي المتناول. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد فضلا منكم وليس أمرا. اول حاجه غادي نبدا بالمول. دائما نصوبوا المول ديالنا ونخليوه جانبا. دهنتو غير بشويه ديال الزبده وغادي نرشو بشويه ديال الدقيق. بالنسبه للمول يعني هذا الكيك هذا كيجي في الكيكه كيا مدور او لا طويل او لا يعني مستطيل، يعني كل شيء كيجي في هذا الكيكه رائع بزاف. صافي غادي نخلي المول ديالي جانبا. غادي نشارك معكم هنايا المكونات. بالنسبه للمكونات اول حاجه غادي نبدا بالبيض. عندي بيضه واحده كبيره واحد شويه يعني تكون بالدرجه الحراره ديال المطبخ. كاس نصف كاس عفوا ديال السكر، ممكن ديروا حتى الكاس الى ربع ديال السكر. كاس معمرش ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وعندي هنايا واحد اليوغورت بالمذاق ديال الفاني والنكهه ديال الفاني. عندي السكر ديال الفاني وجوج خمارات والدقيق. بالنسبه للدقيق انا غادي نعطيكم ان شاء الله القياس بالكاس ديال العنبه. وعندي ثلاثه ديال التفاحات. هنايا جوج تفاحات غادي نقطعهم طريق مربعات صغيره، وحده غادي نقطعها شرائح، وغادي ندير ليهم شويه ديال العصير ديال الليمون الحامض باش ما كيكحش، وغادي نخليهم ان شاء الله حتى غادي نحتاجهم في الاخير. صافي غادي نبدا ان شاء الله. غادي نبدا اول حاجه غادي نبداو بالبيض والسكر دائما مع السكر ديال الفاني، وغادي نضيف ان شاء الله واحد الرشه ديال الملح دائما لتعديل الذوق دائما في الكيك او في الحلويات ديالنا. صافي غادي نطربهم مزيان حتى يعني تبدل لهم اللون وكيتضاعف الحجم ديالهم. من بعد غادي نضيف ان شاء الله اليوغورت والحليب والزيت. هنايا الى عندكم اي يوغورت ديروه ديروه، هنايا كانت بشي نكهه اخرى ماشي مشكل، او ليكون طبيعي بدون سكر حتى هو كيكون مزيان، حتى هو كيعطينا نتيجه مزيانه. صافي وغادي نضيف الكاس ديال الحليب والزيت. غادي نبدا نضيفها شويه بشويه وانا كنطرب. كيف يمكن لكم تخليو الحليب حتى الاخير عاد ديروا يعني تطربوا البيض مع تطربوا عفوا اليوغورت مع الزيت عاد ديروا الحليب. ومنين ديروه ديروا خدموه غير بالفوي بلا ما تخدموه بالباتور. صافي من بعد هنا غادي نبدا نضيف الدقيق. انا ضفت معكم الكاس الاول غادي نخلطو يعني حتى ما كيبقاش يبان لينا الدقيق، عاد كنضيفو الكاس الثاني دائما بالدقيق يعني بالتدريج وضروري ما نغربلوه. هذا الكاس الثاني، وغادي نضيف نصف كاس اخر. دائما الدقيق كيبقى على حسب الجوده ديال الدقيق وحتى البيض، انا راني استعملت بيضه كبيره. صافي غادي نضيف داك نصف الكاس وجوج خمارات ضروري حتى هما غادي نغربلوهم، يعني كيكونوا فيهم هكايا كويرات من الاحسن نغربلوهم. الخمارات هادو من فئه 8 غرام، الى عندكم حتى 7 غرام ديروهم ماشي مشكل، يعني الفرق ماشي كتير بزاف. صافي وغادي نخلط يعني المكونات مع بعضو يعني حتى ما كيبقاش يبانوا لينا دوك الحبيبات ديال الدقيق، غير بشويه راه غير كنزرب هنايا الفيديو. صافي هذا هو القوام، حنا بغينا الخليط ديالنا يجينا شي شويه ثقيل ما يجيش خفيف، لان غادي نديرو فيه التفاح باش ما كيهبطش لينا كاع حتى لتحت ولا يتلصق لينا ولا شي حاجه. ضروري ملي كنديرو هكايا المكسرات اولا شي حاجه يكون الخليط شي شويه ثقيل. صافي مع التفاح كيطلق لينا الماء، وعاد درنا فيه شويه ديال العصير ديال الليمون الحامض. صافي وغادي نبدا يعني نخلط غير بشويه، ومن بعد غادي نضيف شويه هنايا كاضافه يعني غير الا بغيتو تضيفوها البيبي دو شوكولا اولا ديروا الزبيب اولا ديروا شي حاجه ديال المكسرات الى عندكم، اولا الا كانت الشوكولاته كايا طريفه تقطعوا طريفات صغار، غير كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع وكيتوتا مع المذاق ديال التفاح كيجي لذيذ بزاف، خصوصا الوليدات كيعجبهم شي حاجه اللي فيها الشوكولات. صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالي. غادي نفرغ هنايا الخليط في المول. بالنسبه للفرن راني درتو كيسخن على 180 درجه.
غادي نفرغ الخليط ديالي هنايا في يعني في المول اللي غادي ندخل للفرن. من بعد غادي نقاد ليه الوجه ديالو هكايا مزيان، وغادي نضيف الشرائح ديال التفاح هكايا مقطعين كرقاق، يعني استفوهم كيما بغيتو الطريقة اللي بغيتو هكايا، او لا بغيتو تغطسوهم هكايا على وتخليو الظهر ديال اللي فيها القشور، او لا الا بغيتو حتى تقطعوه طريفات، بين ما تقطعوه الشرائح تقطعوه طريفات وديروه من الفوق حتى هو راه كيجي مزيان. ديروا معاه شي شويه ديال القرفه وشويه ديال واحد شويه ديال يعني ساشي ديال السكر ديال الفاني، راه كيعطيه واحد المذاق اللي هو رائع. الا بغيتو تنسمو التفاح ديالكم، ولكن انت بهذه الطريقه راه كيجي لذيذ وكيجي رائع. صافي، من بعد ما صيفطو انا غادي نضيف كاضافه من الفوق شويه ديال لي بيبي دو شوكولا، او لا بغيتو تضيفو الزبيب من الفوق حتى هو راه كيجي مزيان. صافي، وغادي ندخلها للفرن على 180 درجه. من بعد ما طاب لي الكيك ديالي وتحمر من الفوق وخد هذا اللون الذهبي اللي هو رائع، هنايا راه باقي سخون، خرجتو من الفرن باقي سخون، خليه حتى يبرد. صافي، انا غادي نحيدلو غير هذا المول باش يبرد معايا دغيا دغيا. صافي، منين برد هنايا درتو في الطبق ديال التقديم، وغادي نرش عليا شي شويه يعني غير رشات خفيفه هكا ديال السكر بودره او السكر كلاصي، هذه كاضافه الا بغيتو ديروها. الا ما بغيتوش ممكن دهنوا غير بشويه ديال المربى من الفوق او لا شويه ديال العسل، ولا بغيتو تزيدوا شويه ديال لوز ايفيلي حتى هو راه كيجي مزيان. اي يعني التزيين دائما كيبقى اختياري، يعني زينوا الكيك ديالكم عفوا كيما بغيتو. صافي، غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا كيفاش كيجي الكيك ديالنا، يعني من الداخل كيجي الكيك رائع هشيش ومعلك بالتفاح، يعني هادو واخا كيكون طريفات هكا ديال التفاح راه كيطيبوا، ملي كنديروه من الداخل راهم كيطيبوا وكيعطيو واحد المذاق اللي هو رائع، يعني وكيجيو باينين في الكيك، كيجي واحد الكيك معلك ولذيذ بزاف. اكيد الا جربتو غادي يعجبكم، كيجي من التحت يعني محمر، يعني ما كيتحرق ما والو، واخا ما كنديروش يعني الدقيق هكايا التفاح هكايا ممدوه في الدقيق راه ما كيهبطش لينا حتى لتحت، واخا هكاك ما كيتحرق ما والو، يعني كيجي واحد الكيك اللي هو رائع، وكيجيو طريفات باينين ديال التفاح، يعني واحد المذاق فيه اللي هو لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديالي اليوم يعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بالتعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما واللي كتخليني ان شاء الله نستمر في القناه ونشارك معكم الوصفات يعني اللي سهله وبسيطه وفي المتناول خصوصا للمبتدئات. وإذا كنتو اول مره كتزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد فضلا منكم وليس امرا. شكرا لكم ومع السلامه.